خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذات يوم أو في بعض الروايات ذات ليلة يبحث عن الصحابة رضي الله عنهم وإيش عم بيعملوا وإيش العمل اللي بيقوموا فيه. فوجدهم في حلقة في مجلس، فأقبل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم: ما أجلسكم؟ فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: نحمد الله على ما هدانا الله بك، ونحمده على ما من الله به علينا من نعمة الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله ما أجلسكم إلا ذلك. فعندما سمع الصحابة رضي الله عنهم إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الله ما أجلسكم إلا ذلك، فشعروا بأن الأمر عظيم وأن هناك تهمة. فرد أحد الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم قال له: الله ما أجلسنا إلا ذلك، ما جلسنا إلا ونحن نحمد الله ونشكره بأن هدانا الله بك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أستحلفكم تهمة، يعني أنا ما حلفتكم وما قلت لكم الله ما أجلسكم إلا ذلك تهمة، إني بتهمكم بالكذب أو بتهمكم أي شيء خطر على بالكم. ولكن أتاني جبريل وقال بأن الله يباهي بكم الملائكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع بأن الله يباهي الملائكة بالصحابة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن هذا العمل اللي بيقوم فيه الصحابة اللي جعل ربنا سبحانه وتعالى يباهي الملائكة بهذا العمل اللي بيعملوه صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان العمل هو مجلس ذكر، مجلس يذكر فيه الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل مجالس ذكره سبحانه وتعالى.